لان حضرتك عندنا متفق احتراف. مع وجهة النظر اللي شايفه ان البطوله دي جت في وقتها، لان هي ممكن جدا تكون خير استعداد بالنسبه لكراش وبالنسبه للمنتخب بشكل عام لما هو قادم في بقى امم افريقيا والمباراه الفاصله والمؤهله لكاس العالم ان شاء الله؟ اكيد هي يعني هي لها اهداف كتير طبعا. اي بطوله بيبقى لها هدف واحد انك تكسب البطوله، بس البطوله دي لها اكتر من هدف. هدف انك بتعد لبطوله امم افريقيا، هدف انك تكتشف لعيبه جداد زي ما هو واخد مجموعه من اللعيبه الجداد اول مره ينضموا للمنتخب، هدف انك تفوز بالبطوله. اكيد. يبقى اذا عندك ثلاث اهداف، بعد لبطوله افريقيا، وبعد بطوله افريقيا بعد للمباراه الفاصله في كاس العالم، اللي هي ده هدفنا واملنا الكبير ان شاء الله يتحقق باذن الله.